بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم ام لغه في المهجر. اليوم راح نشوفوا كيفاش نخدموا لي فولوفون، وانا راح نخدمهم بلا لابات فايت اكسبريس. ديجا كنا شفناها مع بعض. هذا الفيديو درته خصيصا اليوم مبتدئات، يعني راح نشوفوا ايتاب باغ ايتاب. نشوفوا اولا كيفاش رايحين نخدموا لابات فايتي. عندي هنايا 500 غرام فرينه، عندي 250 غرام زبدة تاع التوريق، عندي نصف كاس أتاي تاع زيت، يعني نصف كاس أتاي، عندي ملعقة ملح والماء عادي ماشي دافي، بارد يعني عادي. نخلط أولا الملح بيان سور مع لافارين، نخلطهم باش يندمج الملح مليح يدخل في لافارين. نضيف الزيت وندخلها مليح في الفرينه، شو تاني نبسس فيها يعني باش الزيت تدخل مليح في الفرين. واللي ما تحبش دير الزيت تقدر تستعين يعني بالزبده، تعوض الزيت بالزبده، يعني نقولوا قيس ملعقه، يعني من المستحسن الزيت تدخل مليح مليح الزيت في الفرينه. رايحه نجمع العجين بالماء عادي، ما نقدرش نمد لك القيس تاع الماء، كل فرين كيفاش كي تشرب كي ما تشربش، كل وحده والفرينه النوعيه تاعها. دونك القوام تاع العجينه ما لازمش يكون طري بزاف بزاف، يعني تكون العجينه حكمه روحها مليح، ماشي قاسحه قاسحه مي ماشي طريه، يعني تكون متماسكه. بعد ما نجمعها نديرها في ورق بلاستيك نخليها تريح نص ساعه، اذا ما كانش عندك الوقت تقدري تخليها تريح حتى ربع ساعه. نجيب انا هنايا زبده التوريق نحطها في وسط ورق الطهي، ندير هذه العمليه بالحلال. انا كانت في فريجيراتور مع البرد ديتو، دونك قصحت معايا بزاف، هي مليحه كي تكون بارده، مي هنايا معايا قاصحه بزاف، دونك خدمتها هكذا بالحلال. من بعد في بلون دو ترافاي نستعين دائما بالفرينه، تكون فرينه قدامك، نجيب العجين تاعنا وندير له علامات زائد بالموس على هذا الشكل. نفتحها كما راكي تشوفي اخت الكريمه على هذا الشكل، يعني توجو علامه زائد، وما دابيك في الوسط ما ديريهاش رقيقه بزاف هكذا باش تتفاداي الزبده تخرج لك. ندير الزبده تاعنا في الوسط ونغلق عليها على هذا الشكل، نحي الزائد والفائض تاع لافارين. توجور نستعين بلا فارين بوسط الحلال، نسيي نغلق الاطراف هكا باش ما تهربليش العجين ما يهربليش على الزبده، ونزيد في الوسط. من بعد نبدا نحل بالحلال، يعني هاد لاباط فيتي اكسبريس مش حنخليها تريح يعني كل دورة، عادة يعني كلاسيكية خلوها تريح، بعد ما نفتحوها دورة نخلوها تريح نصف ساعة ونعود نحلوها يعني حتى 6 مرات، هادي لا لا.
وقد نحلو فيها يعني مباشرة، خلوهاش كامل تريح. نفتحها عادي، نحلها ونطبيها كما راكي تشوفي معايا اخت كريمة. هنايا سموها دبلو تور، نطويها على هذا الشكل، يعني نجيب الاطراف الوسط على هذا الشكل. هنا ونزيد نغلقها كما راكم تشوفوا معايا، يعني واضح في الصورة. هنايا صافي رانا فتحناها دو فوا، يعني دوبل تور. هنايا دو فوا كيما نعرفو لازم سي تور. نعاود نفتحها بالحلال، نستعين دائما بالفرينة. كما قلت لكم هذا الفيديو درته خصيصا للمبتدئات، عليها راه طويل شوية. دونك باش يشوفوا معنا مرحلة بمرحلة. نحاول دايما من البداية نخدمها يعني مسرحة وتكون مقادة. يعني بعد ما نفتحها نفس العملية، نطوي الأطراف في الوسط، نعود نغلق عليهم توجو، نحاول نثبتهم في الوسط بصبعتك ولا بالحلال في يعني في الوسط. نعود نطوي العجينة. هنا يا صفير أنا فتحناها كاتوغ. هنا صافي ربع يقعدنا زوج، يعني نعاود نطلق العجينة على هذا الشكل، ونعاود دائما الأطراف نجيبهم في الوسط ونحاول نثبتهم بواسطة حلال كما قلت لكم، ولا يعني تقميهم هكذا، تلصقيهم بصبعتك، تجبدي العجينة كما لهنا. دوك تشوفوا الفراغ اللي راه في الوسط راح نسقمو معايا. على هذا الشكل نعاود نغلق عليهم، وهنا راهي عندنا سي تور. خلاص العجين تاعنا راه يعني واجد. انا نديرو في بابي اليمونتير ونخليه يرتاح في الثلاجة. حبيتي تخليه يرتاح يومين في الثلاجة ولا ديريه في الكونجيلاتور حتى يعني اليوم اللي تستعملي فيه العجينة المورقة تاعك، وإذا تقدري يعني تطهيه مباشرة بعد ما تخليه يرتاح شوية في الثلاجة، يعني حوالي نصف ساعة. أنا خليته يرتاح نصف ساعة في الثلاجة لطون اللي كانت عندي خدمة واحدة أخرى باش نخدم لي فولوفون. هلا هذه هي النتيجة، هذا هو العجين المورق تاعنا. يعني في 10 دقائق كنتي وجدتي العجينة، يعني نقولوا من 10 دقائق كنا وجدنا العجينة المورقة تاعنا. انا باش نخدم لي فولوفون انا حنطلق العجينة، يعني حنسرحها في بلون دو ترافاي، منديرهاش رقيقة بزاف، تقدري ديريها حتى 1 سنتيمتر ولا 1.5 سنتيمتر اذا حبيتيهم يجوا لي فولوفون تاوعك عاليين بزاف. انا حليتهم 1 سنتيمتر،
يعني القالب كما راكم تشوفوا معايا تاع لي سابلي. سينو اذا حبيتي الفتحه الوسطانيه تكون كبيره بزاف تقدري تستعيني اي حاجه تكون عندك تقبيهم في الوسط، حبيتيهم دي كاري كما حبيتي. هي صراحه شكل دائري يجي احسن كما كيشوفي معايا. بعد ما كملت العجينه تاعي فضلت لي العجينه اللي ما فتحتهاش، دوك ما نعاودوش نعجنوها، نطوها ونخلوها ترتاح شويه لو طون لي راني نثبت في الفلوفون تاعي، ونعاود نطلق العجينه اللي تبقات لي ونعاود نفتحها هي ايضا على هذا الشكل. نلصقهم يعني صفار بيض او بيضه كامله تكوني ضربتيها بالفرشات. حاولي يعني الجوانب ما ديريش فيهم البيض هكذا باش لاباط فيتي تاعك نفتح اكثر. على انا كمل كامل لي فولوفون تاعي ندهنهم، ماذا بك اذا كملتيهم كامل وكان يعني ديريهم في الثلاجه يكون احسن. لو طون لو فور تاعك راه يسخن على درجه الحراره 200. بعد ما دخلت لي فولوفون خليتهم 5 دقائق على درجة حرارة 200، بعد نقصت العافية يعني النار خليتها 180 حتى وين طلعوا معايا لي فولوفون وباش يطهوا لك مليح من الداخل. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، وبقى لي نقول لكم شهية طيبة والسلام عليكم في فيديو لاحق ان شاء الله.